بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر منحة ربانية منحها الله تعالى الأمة المحمدية. عندما تقاصرت آجال الأمة وطالت أعمار من سبقها، حتى إن واحدا في بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر وتقاصرت أعمارها، أعطاها الله ليلة واحدة أفضل من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وأنزل الله تعالى باسمها سورة في القرآن، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكلمة القدر معناها المنزلة والمكانة والشرف، أي أن ليلة القدر هي ليلة الشرف والمنزلة والمكانة العظيمة، أو من تقدير، لأن فيها يقدر أمور العباد عند رب العباد. والمراد إن أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن الكريم في هذه الليلة إلى سماء الدنيا دفعة واحدة، ثم نزل القرآن الكريم بعد ذلك منجما، يعني مفرقا على الحواجز. فنزوله كان في ليلة القدر، ونزوله منجما ومفرقا بعد ذلك كان على حدث حسب الحوادث والوقائع التي كانت تحدث، كما في أسباب النزول. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ليست كما يزعم بعض العامة طاقة من نور، وليست كما يزعم بعض السذج جائزة يتلقفها صاحب الحظ. أبدا، ليلة مباركة العبادة فيها أفضل من ألف شهر. معنى ألف شهر يعني أكثر من 83 سنة. تقاصرت الأعمار، لم تعش الأمة كما عاش غيرها من الأمم أعمارا طويلة، لكن أعطاها الله ليلة واحدة أفضل من ألف شهر. فلا ننتظر أن تقال إن هناك طاقة من نور أو جائزة أو شيء من هذا القبيل، ومن رأى شيئا من خوارق العادات يكون قد رأى ليلة القدر. أبدا، كونك تقيم الأيام العشرة الأخيرة من رمضان أو الوتر، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، ما دمت صليت فيها وعبدت وتقربت فأنت صادفت ليلة القدر. ومن أراد أن يكون قد صادف ليلة القدر فعليه ألا يفوت يوما من أيام العشر الأواخر من رمضان، يكون قد صادف بالفعل ليلة القدر.
الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة محبته وحبه لأمته أنه لما أعلمه الله بليلة القدر أسرع وذهب ليخبر الأمة بتحديد وقتها، فإذا به عندما خرج ليخبرهم بتحديد وقتها تلاحى رجلان من أمته، يعني تخاصم شخصان حدث بينهما نزاع وخلاف وحزازات، فبسبب خلاف الرجلين أنسى الله رسوله صلى الله عليه وسلم تحديد ليلة القدر. وهذا معناه أن الخلافات والحزازات من أسباب إخفاء الخير في الأرض، وأن التواد والتحاب والوفاق من أسباب بروز الخير في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان من أمتي، يعني تخاصم اثنان، فأنسيتها، أنساه الله إياها، فأرجو أن يكون ذلك خيرا، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. خرجت لأخبركم بليلة القدر ليبشرهم ليحددها لهم، فتلاحى رجلان تخاصموا فأنساه الله إياها. لما أنساه الله إياها قال: أرجو أن يكون ذلك خيرا، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. عسى أن يكون ذلك خيرا، لأنه حين تتحدد ليلة واحدة ويعبد الإنسان ربه في ليلة واحدة غير ما يعبد الله في الشهر أو في العشرة ويكسر من العبادة، فكونها أخفيت كان ذلك خيرا لنكسر العبادة والترقب وتحين ليلة القدر في أكبر قدر من الأيام والليالي، فنأخذ ثوابا أكثر. فأنسيتها أرجو أن يكون ذلك خيرا، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فكان على المسلمين أن يتحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي بعض الروايات التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، 21، 23، 25، 27، حتى إن رأي الجمهور أنها ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر. رب العزة سبحانه وتعالى له سنة في عباده أخفى عليهم الصلاة الوسطى التي قال فيها: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولم يحدد بالضبط أهي الظهر أهي الصبح أهي العصر. كذلك أخفى ساعة القبول والإجابة يوم الجمعة، فيها ساعة لا يصادفها عبد يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له، لم تحدد هذه الساعة في يوم الجمعة في أي ساعة هي. لم يحدد ساعة الموت والأجل ليظل العبد بين الخوف والرجاء، كذلك لم يحدد ليلة القدر من أجل أن نتقرب إلى الله وأن نعبده أكبر قدر ممكن. وتلك سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.